السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، جمعة مباركة للجميع. إذا سلسلة من الاضطرابات الجوية تتوالى على المناطق الشمالية والحمد لله، أمطار كذلك تساقط للثلوج على المرتفعات الداخلية خاصة الوسطى والشرقية. مصلحة الأرصاد الجوية أصدرت تنبيه من المستوى الأول عن تواصل لتهطل الأمطار خلال أمسية اليوم، ستخص تقريبا جل المناطق الشمالية الوسطى وكذلك الشرقية خاصة الواجهة الساحلية، تواصل لتساقط الثلوج على المرتفعات الداخلية خلال ظهيرة اليوم إن شاء الله. إذا تسرب هواء بارد سيخص الواجهة الشمالية ضمن تيارات غربية شمالية غربية على حوض المتوسط وشمال البلاد، فعليه نسبة رطوبة عالية، سحب سفلى كثيفة ستزداد كثافة إن شاء الله خلال الظهيرة إن شاء الله على المناطق الوسطى وكذلك الشرقية. هنا احتمال لأمطار على شكل زخات أحيانا معتبرة خلال أواخر النهار إن شاء الله. دائما هبوب رياح قوية على الواجهة الوسطى وكذلك الشرقية، قد تصل سرعتها 60 كيلومتر في الساعة. جنوبا أجواء غائمة، سحب سفلى، احتمال لبعض القطرات غير مستبعدة من الأمطار إن شاء الله، ستخص شمال الصحراء ومنطقة الواحات. زوابع رملية ستنشط كذلك على كل هذه المناطق لتمتد لغاية مناطق الجنوب الشرقي، الصحراء الوسطى، منطقة الثورة وكذلك الحدود المالية الجزائرية. درجات الحرارة دائما في تراجع، طقس بارد على المرتفعات وحتى الواجهة الساحلية، مقاييس ما بين 15 لغاية 18 درجة، أدنى مقياس على البيض مع 4 درجات فقط، 17 درجة على بشر وغردية، 18 درجة على كل من بسكرة، المغيار، توغورت، حسيم سعود، ورقلة، كذلك ولاية إليزي وحتى ولاية جانت، 28 درجة على أقصى الجنوب. خلال الليل درجات حرارة سالبة على المرتفعات والهضاب، 4 درجات دون الصفر على كل من سطيف، كذلك قلمة، ميلا، خنشلة وحتى على سوق هراس، 6 درجات على العاصمة، نفس المقياس على بسكرة، كذلك إن صلح، ثم درجات على تندوف، 3 درجات فقط على بشار، ترتفع لغاية 13 درجة على أقصى الجنوب. نظرا دائما لانخفاض ضغط الجو على حوض المتوسط، فالبحر يبقى كثير الهيجان تقريبا على كافة السواحل خاصة السواحل الوسطى والسواحل الشرقية، كما قلت رياح عاتية على الواجهة الساحلية الشرقية، حتى علو الموج سيصل أحيانا لغاية 4 أمتار ونصف، بينما على الواجهة الغربية رياح معتدلة من التيارات غربية شمالية غربية لن تتعدى 40 كيلومتر في الساعة. غروب الشمس على مستوى العاصمة في تمام السادسة إن شاء الله، ولأكثر تفاصيل عن أحوال الطقس ما عليكم إلا زيارة مواقع الأرصاد الجوية. أشكركم على المتابعة.